بمبادرة من الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ومكتب اليونسكو بالرباط، يأتي تنظيم لقاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية للوقوف عند ما تحقق في هذا الورش الوطني الهام. لازالت المسائل التي ينبغي أن نتعرض لها كبيرة، لأن الأرقام لا تساعدنا. المغرب يمكنه بإمكانياته وبإرادته السياسية وبتوجيهات جلالة الملك أن يمحو الأمية كاملة وفي عدة سنوات فقط. فهذه هي رسالتنا اليوم، أنه ينبغي أن نقوم جميعا بكل جهودنا، أكنا في مجال التعليم أو في مجالات أخرى، لأنها مسؤولية كل فرد في المجتمع، لنتأكد أن كل إنسان يعيش على أرض المغرب يمكنه أن يقرأ ويكتب ويحسب. برنامج محاربة الأمية لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا باعتماد مقاربة للقرب تتيح اتخاذ إجراءات ملموسة تتأقلم مع احتياجات الأشخاص المستهدفين. اختارينا الموضوع ديال البعد الجهوي، لان محاربه الاميه ما يمكنش تنجح الا ما كناش قرابين للمستفيد المعني، وما كناش في مواكبه ديال الورش ديال الجهوي المتقدمه، وما كناش انه تناخذوا بعين الاعتبار الحاجيات الميدانيه. وبالتالي هذا اجتماع في حقيقه هو مواصله لواحد اللقاء اول كان هذه سنه 2016 باش نوقفوا على اهم المنجزات وشنو هما المسائل والوسائل ديال الافاق وديال الاستشراف باش انه نزيدوا نطوروا الانجازات. وسعى اللقاء إلى تحديد مكانة الأمية ضمن مخطط التنمية على المستوى الجهوي وملامسة الإكراهات المطروحة لإرساء برامج جهوية فعالة لمحاربة الأمية.